صباح الخير وصباح الانوار اميرتي الغاليات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا الفيديو ده اليوم، هذا جبت لكم روتين صباحي جديد ديال بنت الشعب مع بنات الشعب. صراحة الأفكار موجودة ديال الفيديوهات، لكن دائما كنحاول أنني نصور لكم المحتوى اللي نتوما كيعجبكم، وعلاش لا اللي ما نوصلش لكم واحد رسالة السعادة والحب والاحترام والمودة والرحمة. وكذلك كيف العادة نعطيكم طاقة إيجابية. رسالتي البنات، رسالتي والله العظيم ما عنديش شي حاجة أهم من أنني نوصل لكم السعادة وأنكم تغيروا من ذاتكم وتوليوا ناس اللي فيهم الطاقة الإيجابية. حاولوا أنكم تتغيروا من الأسوأ إلى الأفضل. ونبدأ على بركة الله. الفيديو ديالنا كيف ما شفتوا بديت معكم من الصباح، من بعد ما كنفيق من النعاس وكنفتح النوافذ باش كيتهوى لي البيت وكيدخل ديك الضوء ديال الله سبحانه وتعالى الصباح والهوا. من بعد كندوز لأفرشة السرير كنرتبها. هذه واحد الحاجة اللي معروفة عليا، عادة تربيت عليها وبقيت فيها، ونتمنى أنكم تنتم تخليوها عادة باش تاخذوا الطاقة الإيجابية. من بعد ما رتبت السرير بغيت نجاوبكم على واحد المسألة اللي هي بخصوص هاد المخدات ديال سارة مصطفى شانيل. كيف ما كتشوفوا هادو البنات بزاف ديال التساؤلات وصلوا لي عليهم، كنت عدلتهم بشي 70 درهم الوحدة. شحال هادي من عند واحد السيدة كان عندها باج فيسبوك، دابا ما بقاتش، راه مشات في حالتها لبرشلونة ما بقاتش عايشة هنا في طنجة. هي اللي كانت عدلتهم لي، صراحة لا كاليتي ديالهم واعرة بزاف. ومن بعد كندوز للحمام اعزكم الله باش كنعتني بالبشره ديالي في الصباح، كنغسل يديداتي كنحك سنيناتي. راكم عارفين هذا الروتين اللي كيتعاود كل صباح وفي كل مساء وفي كل وقيته في حياتنا، فاي وقيته لقيتوها مناسبه انكم تهلاو في راسكم ما ترددوش ولو لحظه واحده انكم تعتنيوا بالبشره ديالكم بالشعر ديالكم، حيت راسكم محتاج ليكم اكثر من اي حاجه في هذه الدنيا. حتى شي واحد ما غيحتاج لكم اكثر، وحتى شي واحد ما غيقول لك نوض تهلاي في راسك، انا عطيت لك النهار ديالك روبو. فمن الافضل انكم تهلاو في راسكم لراسكم، ما كاينش اللي غيتهلا فيكم. من بعد المهم كيف ما شفتوا غسلنا اليديدات ديالنا مزيان، نظفناهم، من بعد نحكو سنيناتنا. يعني هذا الروتين اللي كيتكرر عندي يوميا. ومن بعد غادي ندوز باش غادي نغسل وجهي. المهم كنستعمل هاد لابغوس هادي ولا الاله ديال فوريو لونا مينيتو اللي جا قدامي، كنستعملو مع واحد جيل ديال الوجه اولا غاسول اللي كان. انا كنستعمل هاد جيل نيتوايون ديال نيوتروجينا كيف العاده. غادي نعملو في هاد لابغوس هادي وغنغسل به وجهي. البنات هو الا ما كنتوش كتعملوا شي حاجه في وجهكم، ماشي ضروري انكم تغسلوا يوميا وجهكم بشي صابون ولا شي حاجه، فقط انا حيت في الليل كنستعمل ديك الزيوت، يا اما زيت الارغان يا اما الكريم مرطب. يعني ضروري في الليل كنعمل الكريمات، سواء ديك التخربيق ديالي في وجهي ضروري من انني نستعمل شي حاجه في وجهي. داكشي علاش ضروري في الصباح خصني نغسل الوجه ديالي مزيان بشي جيل اولا بشي صابون اللي كان. المهم ننظف البشره ديالي مزيان باش عاوتاني كنبدا في العنايه ديال الصباح والكريم ديال الصباح. المهم البشره ديالنا محتاجه للترطيب، محتاجه للعنايه، محتاجه لبزاف ديال الحاجات. واخا غير زيت الارغان، واخا غير وصفه طبيعيه، المهم انكم تهتموا بالبشره ديالكم، خصوصا وحنا غاديين وكنكبروا راه ضروري من اننا نتهلاو في البشره ديالنا، راه كنكبروا ماشي كنصغروا البنات. هنا في الصباح قررت انني نعمل هاد مقطر البابونج اللي سبق اللي هضرت لكم عليه، مزيون خاص بالبشره الجافه والحساسه. كنت نقول لكم جفافه، المهم خاص بالبشره الحساسه والجافه، يعني كيريح البشره كيصفيها كذلك. ودابا غادي ندوز باش نعتني بالشنايف ديالي اولا مرطب الشفاه ديال كوكونيت اللي هو جوز الهند. هاد مرطب الشفاه سبق لي شاركته معكم، كنرطب به الشنايف ديالي في الصباح وصافي، باش راكم عارفين ضروري دابا ما جي المشتى، يعني كنتشرقنوا كنتكشفوا كنتقشروا. ومن بعد غادي ندوز باش نمشط الشعر ديالي. الشعر البنات ضروري من انكم تمشطوه بالليل بالنهار في اي وقيته باش ما يبقاش يطيح ليكم، راه الا ما مشطوش باش كيزيد كيطيح. وبطبيعه الحال شويه ديال الرويحه تروحوا في هذا الصباح هذا، المهم غير باش يبدا ديك الصباح بالطاقه الايجابيه وبالحماس ويبدا نهار مزيون فيه ريحه مزيونه ونهار غزال. ودابا غنبداو التماره على سعدنا ووعدنا. ما كاينش شي مراه مغربيه عربيه ما كدوش عليها كحله زحله مع تماره. فدائما ملي كنهضر لكم على العنايه والجمال تهلاو في راسكم،
ما عرفتش علاش الناس كتجيب لهم الله بلي انا راه ما عندي لا شغل لا مشغل، كيبداو يقولوا لي نتينا عندك الوقت ونتينا مساليه. لا مساليه تبارك الله، مساليه كنقي النهار كامل رجل على رجل. حتى انا البنات راه كنطيب وكنصبن وكنوجد وكنخرج وكنتسوق، وعاد انا من النوع ديال النساء اللي كنتحمل المسؤوليه ديال الدار والشغل اللي داخل والشغل اللي على برا، حيت الزوج ديالي نهار وما طال هو خدام، يعني هو مقابل غير خدمه، السوق مني، السخره مني، الطياب مني، الطبيب مني، اي حاجه مني انا. حقا هو الزوج ديالي كيساعدني بزاف ملي كيكون في البيت، ولكن الوقيته اللي كيكون خدام فكل شيء مني، وما يمكن ليش انا نخلي الام ديالي هي اللي تعمل لي الشغل بما انها مريضه، فكل شيء عليا، من الابن ديالي، من الشغل، من السخره، كل شيء عليا انا. وكيف ما شفتوا هنا انا جمعت الحوايج غادي نمشي نطويهم، يعني انا كنختصر لكم في هذا الروتين الصباح، ولكن هذا غير روتين الصباح. خصك تنوض، تغسل القشوع، طيب، توجد الفطور، توجد الغداء، غسل المواعن، جمع الفراش، جمع الحوايج، تصب الحوايج، نشر الحوايج، يعني الروتين ديال اي مرأة. ولكن هادشي ما كيعنيش انني صافي غير حيت انا كنعمل هادشي راه غادي توصل العشيه غنطيح طيحه وحده وما نتهلاش في راسي. لا، راسي راه محتاج ليا، يعني كيف ما لقيت الوقت باش نطيب وباش نسيق وباش نجمع الدار، راه خصني نلقى الوقت باش نتهلا في راسي. بالعكس، عاد الوقت ديال انكم تهلاو في راسكم ما كيديركمش بزاف، اكثر من 15 دقيقه ما كنظنش غادي تقدكم اكثر من 15 دقيقه، يعني وقت وجيز جدا. اما الشغل راه ما كيتسالاش 24 ساعه على 24 ساعه. ودابا انت كتفرجي فيا، بغيتك دابا تنوضي تهلاي في راسك، شنو تابعك، شنو كيتسناك باش ما تصليش في راسك. المهم هنا كيف ما شفتوا دست باش كنمسح الغبره، راكم عارفين شغل الدار كيف ما قلت لكم الشغل ديال يوميا انا كنختصر لكم، ولكن هادشي ما كيعنيش انني هادشي اللي كنعمل لكم في الكاميرا هو اللي كاين، راه كاين بزاف ديال الحاجات اللي بطبيعه الحال ماشي اي حاجه غنوريها لكم، بحكم اننا حنا اللي كنتحكموا شنو نوريو للمشاهد. المهم انني نوصل لكم الطاقه الايجابيه والحماس والنشاط والحيويه. هنا كنحاول نختصر لكم حيت بعض المرات حتى التصوير ما كيساعدنيش باش نصور بخاطري، راكم عارفين، حيت الا كنت غادي نمسح الغبره جوج دقائق راه مع الكاميرا مع التصوير خاصني نمسحها على 10 دقائق او لا 20 دقيقة. واش فهمتوا كيفاش؟ المهم هنايا كنت حيدت هاد الدونتيل هذا ولا هاد الزواق هذا، كنت صبنتهم هاد الدرور وخليتهم يعني تا تصبنوا ونشفوا ورجعتهم لبلاصتهم، يعني هاد الليله ما كنتش مخلياهم ورجعت كل حاجه لبلاصتها. دابا غادي نرجع الماكياج ديالي من بعد ما مسحت له الغبره، كل حاجه مسحتها غادي نرجعها لبلاصتها. عرفتوا اليوم البنات صباح واحد الجمزي وانت تبارك الله من داك الشيء الرفيع. وهنا مسحت هاد المرايه هادي دغيا كتغبر ليا، راكم عارفين الغبره فين ما مشيتو الحاجه اللي
ورجعت كل حاجة في المكان ديالها. ودابا غادي ندوزو للروتين الموالي اللي هو الدوش ديال الابن ديالي آدم. ضروري وليدات الصغار خصنا ندوشو ليهم يوميا، ما نساوش وليداتنا. صراحة انا كندوش له كل نهار، بعض المرات في الصباح بعض المرات في الليل، أغلبية في الليل، ولكن في النهار غير كان ما غاديش يخرج. المهم هنا كيف ما شفتوا كنشارك معكم بعض المنتجات اللي كنستعملو. هاد موستيلا الكريم ديال الوجه، هنايا عندي بارفان موستيلا، بوربو ديال جونسون بيبي، لي كوش، المساحات، كل حاجه في بلاصتها. بالنسبه في المشتى البنات كندوش له نهار نهار لا، ولكن في الصيف كندوش له كل نهار. هنا عندي هاد الشامبو اللي فيه الشامبوان وفيه جيل دوش كيف ما كتشوفوا. هذا مزيون بزاف البنات، كيتباع في سبتة وبعد مرات كيخرجوه. الثمن ديالو كان رخيص، ولكن بما انه دابا الزيار مع الديوانه القضيه شويه مزيره، الثمن ديالو رجع 28 درهم. هاد الرضومه هادي، وغنوجدوا الحويجات ديالو باش ندخلو ان شاء الله ندوش له الحبيب ديالي. وهنا كيف ما شفتوا هادو هما الحويجات اللي غادي نلبس له ان شاء الله يا ربي. كيف ما قلت لكم البنات في الفصل الشتاء ما تدوشوش لوليداتكم يوميا، ولكن في الصيف غير دوشوا اليوم وخليوهم ياخذوا راحتهم في الدوش. المهم ندخلوا ندوشوا له ونكملوا الروتين ديالنا ان شاء الله على بركه الله. نوجدوا الغديوه مع بعضياتنا وما تبقى. اما هنا البنات بالنسبه للغديوه، ماشي انا اللي عدلت اليوم، الام ديالي مسكينه مع دخلت تلهيت مع ولدي ادم والشغل من هادي نهادي. صراحه ماما قالت لي حيد انا غادي نوجد الغديوه. هنا راه عندها اللحام وعندها بيضات كيتسلقوا، غادي نعملوا ان شاء الله اللحام بالبرقوق. ما شاركتش معكم البنات الطريقه ديال اللحم بالبرقوق حيت سبق لي شاركته معكم عده مرات مرارا وتكرارا. هنا غشاركت معكم غير الغديوه وصافي ديال هاد النهار هذا. واصلا تبارك الله دابا كلشي كيعرف يطيب، ما كايناش شي وحده اللي ما كتعرفش تطيب. والطياب راه ولا جاربه العمل تبارك الله، اليوتيوب فيه كلشي، حتى اللي ما كتعرفش تطيب تدخل غير اليوتيوب كاين وصفات فنيونين، كاين الطبخ اللي رائع جدا من قنوات ديال الطبخ اللي عندهم يقولوا ما شاء الله عليهم. وانا وحده من الناس اللي بعض المرات ملي كنبغي نشوف شي حاجه كنبغي نتعلم شي حاجه كندخل اليوتيوب. ماشي عيب انني ندخل نتعلم، العيب هو انني نكون ما كنعرفش وما نبغيش نعرف. يعني بالعكس كنفرح ملي كنتعلم شي حاجه جديده، كندخل كنبحث كنستافد كنزيد نستافد، وكل حاجه كنشوفها الا وانني كندي منها فكره وكندي منها تجربه في حياتي. المهم هذا هو الطبيصل ديالنا، طبيصل متواضع جدا. المهم ما تديوش على طبيصل، واقيلا واحد الجهه مايله على واحد الجهه. المهم هنا دردرت شويش ديال الزنجلان فوق منه وصافي غندوز باش نوجد الطبيله ديالي. طبيله متواضعه جدا البنات. المهم الديسير والغديوه ديالنا وصافي هذا ما كان. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. الى عجبكم كيف العاده ما تنساوش انكم تخليو لنا لايكاتكم الجميله وتعليقاتكم الجميله، كنحمق عليكم يا احلى واغلى متتبعات قناتي. وما تنساوش كذلك انكم تبارطاجيو القناه وتلتحقوا بيا في الانستغرام ديالي حيت كنكون في اغلب الاوقات حاضره تما، وتهضروا مع بعضياتنا علاش لا. كنحماق عليكم بزاف يا احلى واغلى متتبعات قناتي. بسلام عليكم.